بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي طلاب الصف الثامن، أسعد الله أوقاتكم، متمنية أن تكونوا جميعا في أحسن حال. نبدأ اليوم درسنا في مادة الثقافة المالية، ودرس اليوم بعنوان حافظ على مالك. يجب أن يفوق الدخل مقدار النفقات لكي لا يحدث عندنا ما يسمى عجز، كما يجب وضع ميزانية خاصة بنا لتنظيم النفقات. هناك خيارات عدة للادخار. أولا، الادخار في المنزل. ثانيا، نادي الادخار. ثالثا، الحساب الشخصي في البنك. رابعا، رابط المدخرات والائتمان أي الجمعيات. من أساليب الادخار كما ذكرنا سابقا الادخار في المنزل. من أمثلة ذلك الادخار في علبة معدنية أي الحصالة، أو في خزانة الملابس، أو في درج المكتب. هناك أسباب دعت الحاجة إلى تواجد البنوك في حياتنا. أولا، الأمان. ثانيا، جاهزية العمل. ثالثا، التمويل. ورابعا، الادخار. وهكذا نكون قد أتممنا درسنا لهذا اليوم. مهمتكم أحبتي هي حل أسئلة الدرس على الكتاب. ألقاكم جميعا على خير وأنتم في أحسن حال.